برنامج ريوست وهو برنامج التخطيط المتكامل لأي يد تحكم، يقدم لنا تحديثه الجديد بإستار 7.0 الذي يحتوي على ميزة تغير لك طريقة استخدام الكنترولر مع كونفيجريشن مخصصة سوف نطرق عليها في فيديو اليوم. وأنصح بمشاهدة الفيديوهات السابقة للشرح أساسية البرنامج مع جميع ميزاته لكي يكون الفهم شامل لفيديو اليوم. كالعادة معكم وليد من قناة بيكسل بي جي، وفيديو اليوم إن شاء الله سوف يكون مخصص للتحديث الجديد لبرنامج ريوست. إن التحديث الجديد لبرنامج ريوست يقدم لك تصليحات لبعض المشاكل والأخطاء التي كانت في البرنامج مع تحسينات لعدة وظائف، ويمكنك الآن استخدام يد الفلاي دي جي فيدر 3 برو مع البرنامج لأنه تم إضافة دعمها في برنامج الريوست. وأهم إضافة في هذا التحديث هي ميزة القائمة الشعاعية التي تضيف لك 128 زرا مختلفا تستطيع التعديل على وظيفته وشكله ولونه ليناسبك أنت شخصيا، وتحتاج لثلاث مراحل تعديل لاستخدام هذه الميزة. أولا، مرحلة تعيين الزر الذي يأخذك إلى الشيفت المخصص للقائمة الشعاعية. وطريقة إنشاء هذا الزر سوف تكون سهلة بالاختيار الزر المحدد الذي أنت تريده، وتختار نوعية الضغط الخاصة بك الذي تريدها، وهنا تعطيه وظيفة انتقاله إلى الشيفت المخصص بالريديال منيو أي قائمة شعاعية، وتعطيه نوعية الضغط الخاصة بك، وتنتهي الطريقة. ثانيا، مرحلة تعيين أزرار التحكم في القائمة الشعاعية. طريقة إنشاء أزرار التحكم سوف تكون بالتغيير من الشيفت العامي إلى الشيفت المخصص بالقائمة الشعاعية، وهنا سوف تختار الأزرار التي تريدها وننزع الأزرار الغير مرغوب بها لنبقي فقط أزرار القائمة الشعاعية للتحكم، وهنا أكيد سوف تقوم بتعديل الأزرار الخاصة بك. وهكذا تنتهي الطريقة. ثالثا، مرحلة تعديل عجلة الأزرار الخاصة بالقائمة الشعاعية. أما طريقة تعديل عجلة الأزرار سوف تكون في الأيقونة الخاصة بريديال مانيو، لما تضغط عليها سوف تأخذك إلى عجلة الأزرار الخاصة بميزة جديدة. هنا سوف تعتبر على أنها كلها أزرار، تستطيع إعطائها أي الأوامر الخاصة بالكنترولر أو الفأرة أو الكيبورد أو الكوموند، وأكيد مع ميزة الكامبو والتيربو والتوغل كأنه زر عادي كما اعتدنا عليه سابقا. واللي يميز هذه الأزرار أنك تستطيع إعطائها أيقونة خاصة بها لمعرفة الوظيفة التي تعملها هذه الأزرار بكل سهولة، مع توضيح في اللون الخاص بها يعطيها منظر جيد. أما في الأسفل فهي كنترول خاصة فقط بإضافة الأزرار أو تحويل مكانها على سبيل المثال، تحويل المكان أو إضافة أزرار أخرى كما هو موضح، ويصل عدد الأزرار الخاصة بالطبقة الأولى 16 زر كما هو موضح، وتستطيع تحويل زر ذو وظيفة إلى معبر نقل للطبقة الثانية المخصصة بأزرار إضافية أخرى، يصل عدده إلى 8 أزرار إضافية يمكنك التعديل عليها تعديلا يدويا، بحيث يمكنك توظيف جميع هذه الأزرار بوظائف مخصصة على سبيل المثال مثل الموسيقى، أو أزرار مخصصة لوظيفة الأوديو، وأزرار ذات وظيفة مخصصة للريكورد والتسجيلات، وأزرار ذات وظيفة لتعديل السيتينج في بعض الحالات، وأزرار مخصصة بك أنت شخصيا لتعرف الوحيد ما هي وظائفها، بحيث يمكنك استخدام كامبو منظم بالقائمة الشعاعية في ألعاب القتالات. وقد استفدت من هذه الميزة شخصيا عند استخدامي للألعاب والبث في نفس الوقت، لأن موجود بعض الألعاب تحتاج إلى شاشتين في نفس الوقت، والشاشة الثالثة استخدمتها لبرنامج OBS للبث المباشر، بحيث عدلت برنامج OBS على اختصارات لإظهار الشاشة الثانية وإعطائها الموقع الذي تريد، وقد عدلت تلك الاختصارات لتناسب الأزرار المخصصة بميزة القائمة الشعاعية، بحيث يمكنني الآن استخدام الكنترولر للعب وتغيير موضع الشاشة الثانية في البث عند برنامج OBS Studio في نفس الوقت. ويمكنك استخدام هذه الميزة مع الكيبورد والماوس واستغلالها مع الألعاب أو البرامج، بحيث يمكنك استغلال اختصارات البرنامج لتعديلها في عجلة الأزرار الخاصة بميزة القائمة الشعاعية لتسهيل عليك طريقة العمل. لذلك فإن ميزة Radial Menu أي القائمة الشعاعية مهمة جدا في استخدامك لعدة مجالات مختلفة، لكن للأسف هذه الميزة ليست مجانية فأنت بحاجة لدفع ثمنها.
وإلى هنا نصل إلى نهاية مراجعتنا لتحديث الجديد لبرنامج ريوست. إن شاء الله تكونوا استفدتم من المعلومات المقدمة لفيديو اليوم. كالعادة كان معكم وليد من قناة بيكسل بي جي. نراكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى مع معلومات جديدة، وإلى اللقاء.